من اللحظة اللي ننولد فيها العالم مجهز لنا مهمات صعبة، والنظام جهز لنا أنظمة نفشل في شو ما نسوي. يا جماعة الخير، نحن عايشين في زمن أن الرجل بنفسه يستحي أن يمثل نفسه كرجل ويحول نفسه من رجل إلى شيء آخر، لأن يا جماعة الخير كرجل حياتك مستحيل تكون سهلة، كرجل حياتك مستحيل تكون مسلية. عندك أم تعتمد على ولدها، عندك أخت تعتمد على أخوها، عندك بنت تعتمد على أبوها، وعندك زوجة تعتمد على زوجها. يعني كل الصعوبات والمسؤوليات راح على الرجل. لهذا السبب في زمننا حاليا الناس يتحولون ويهربون من الحقيقة المؤلمة أن حياتك كرجل صعبة جدا. متى آخر مرة كانت حياة رجل مسلية أو سهلة؟ خبرني، ذكرني متى آخر مرة. الحرب العالمية الثانية ما كانت مسلية وأغلبيتهم رجال. قصة تايتانيك ما كانت مسلية. كل الحروب في العالم مش مسلية، الرجل هو اللي يتم والنساء والأطفال يروحون. في كل تاريخ وقصة يا جماعة يثبت أن الرجل مفروض يعتمد على نفسه وما يعتمد على شخص ثاني. في كل التاريخ يا جماعة عندك أسامي رجال تعبوا ونجحوا، نفس جنغيز خان اللي دمر نص العالم، نابوليون، كل تسمع أسامي رجال. والرجل يا جماعة الخير عنده مهمة، وهذه المهمة أنه يكون قوي وما يكون ضعيف. واليوم يا جماعة الخير بخبركم 6 عادات يخلي الرجل ضعيف. أول عادة يخلي الرجل ضعيف يا جماعة هو ألعاب الفيديو، ألعاب البلاي ستيشن، اكس بوكس، بي سي، موبايل، سمي اللي تبغى تسمي. شيء واضح ان الرجل كرجل تحب التحدي، تحب الانجاز، تحب سيارات، تحب تحديات، تحب الفوز، واكيد تحب الثراء. والسيستم يعطيك كل هذا في العاب فيديو، في العاب بلاي ستيشن. عندي بيت في لعبة فلان، اوه تعال شوف سياييري في لعبة جي تي اي، اي تعال شوف أسلحة في كول أوف ديوتي. هذا هو الهدف، عشان يخليك ضعيف، عشان يبعدك عن عالم الحقيقة. يا جماعة الخير نفس التعب ونفس الساعات اللي انت تستثمره في ألعاب الفيديو، في ناس غيرك يستثمرون نفس الأوقات في الحياة الواقعية، لكن الفرق هو ان انت انجازك في ألعاب الفيديو وتسوق لامبورغيني في ألعاب الفيديو، لكن هو انجازه وفوزه في العالم الحقيقة ويسوق لامبورغيني في العالم الواقعية. لأنك إذا استثمرت نفس الساعات اللي تستثمرها في ألعاب الفيديو والبلاي ستيشن في عالم واقع حقيقة، نفس النتيجة اللي تحصلها في بلاي ستيشن بتحصل نفس النتيجة في عالم الواقع. لكن النظام يبغاك تقص على عمرك وتكون ضعيف، و24 ساعة تكون كسول، تنام تاكل وتلعب بلاي ستيشن. هذا مو بحياة، وهذا يخليك رجل ضعيف. ثاني شيء يخلي الرجل ضعيف يا جماعة الخير هو النوم. لا تفهمني غلط، النوم الزائد ينقص من التستوستيرون في جسم الرجل. النوم الناقص يدمر صحتك وما يخليك تركز على أي شيء. جالس لي لا أنا بعتمد على الإسبرسو أو الكوفي. حبيبي ما في شيء اسمه إسبرسو ولا كوفي. إسبرسو وكوفي تاخذه إذا تبغى تركز على شيء وانت مكمل نومك عشان يشغل التنبيهات في جسمك. استمتع واستفيد من جودة النوم، مو بتكثر من الساعات أو تقلل من الساعات. استمتع واستفيد من جودة النوم. خلني أعطيك نصيحة، حاول أنك تنام فقط في الليل. في فرق أنك تنام بالليل وفي فرق أنك تنام بالعصر. ليش العصر يوم تنام وتقوم تحس عمرك كسول وفيه ثقيل؟ ليش؟ وليش لما تنام في الليل وتقوم الصبح تحس عمرك فرش، تحس عمرك أوكي أنا جاهز بتمرن، برجع من التمرين بشتغل وبقضي باقي الأوقات استثمر وقتي في التعليم. حاول أنك تنام في الليل فقط، وحاول أن الغرفة تكون مظلمة. إذا الستاير يطلع لك نور من برا اشتري ستاير سودا عشان يغطي النور. اتأكد أن ولا نقطة نور موجودة في الغرفة، وتأكد أن الغرفة تكون باردة. أنا ما أقول حط المكيف عليك، لكن اتأكد الغرفة مظلمة، الغرفة باردة، ونام وانت مرتاح. هذا يساعدك على زيادة تستوستيرونك في جسمك، يساعدك يوم تقوم تركز أكثر في التمرين، في الشغل، في التعليم، في أي شيء تبغى تسوي، ويخليك نشيط
ويخليك قوي. لا تجيب الفقر على نفسك بمجرد تخريب نومك. الرقم 3 الكآبة. الحين بتقولي يا بيس كيف الكآبة يخلي الرجل ضعيف؟ نعم، الكآبة هو أساس من الأساسيات أن يخلي الرجل ضعيف. الكآبة مو بحقيقة، الكآبة مجرد إحساس. أنت ما تقدر تقول أنا مكتئب، أنا فيني كآبة. ما في إنسان فيه كآبة إلا إذا أنت بنفسك تؤمن بهالشيء. هو مجرد شعور ويمر. خلني أعطيك مثال. جيب شخصين وحطهم في بيت مهجور، كل واحد في بيت مهجور مختلف، تمام؟ واحد منهم يؤمن بالجن والزار والثاني ما يؤمن بالجن والزار. خلهم ينامون بالليل، اللي يؤمن بالجن والزار يسمع أي صوت في الليل يقوم ويخاف ويرتجف، يعاقب نفسه في زاوية الغرفة وهو مرتجف من الخوف. أما اللي ما يؤمن بالزار بيسمع الصوت بيقوم، ها ما في شيء، بيرجع للنوم. اللي يؤمن بالجن والزار هو بنفسه معطي فرصة أنه يعاقب نفسه على هذا الأشياء. ليش؟ بمجرد أنه يؤمن بهالشيء. نفس الشيء مع الكآبة، إذا أنت تؤمن أن فيني كآبة وأنا مكتئب، الكآبة بيظل فيك وبتم مكتئب. لكن إذا تحطي في راسك أنها مجرد شعور وراح تمر وما بركز، أوكي أنا مكتئب بروح الصالة بروح الجيم وبتمرن، أنا مكتئب بروح الجيم بخلص تمرين برجع بسوي شغلي بستوي أفضل. لما تروح تدمر نفسك استوي أفضل. Be the best version of yourself. الرقم 4 تلوم الآخرين. كيف لما ألوم الآخرين أكون ضعيف؟ خلني أفهمك الموضوع. وايدين من الناس، أغلبية الناس، أقدر أقول لك فوق 70% من مجتمعنا إذا مسوي غلطة ما يعترف بغلطته. أنا مو بغلطان، لا مش مني، هذا من السيارة، لا مو بمني، هذا من المطر، لا مو بمني، هذا من ولد عمي، لا مش أنا، أبوي. خلنا أخبرك شيء، إذا ما تعلم كيف تلوم نفسك ما راح تتعلم كيف تصلح غلطتك طول حياتك. بتتم تسوي هالغلطة سنة وسنتين وعشرة وعشرين وثلاثين لين ما تشوف عمرك 60 سنة وانت ما واصل مكان، لأنك ما اقتنعت أن هذه غلطتك وهذه وظيفتك أنك تصلحها. ما بتخسر شيء إذا قلت صح هذه غلطتي وأنا ما كنت أعرف وإن شاء الله بتعلم من هالغلطة. في وايدين يا جماعة الخير، اتعلموا كيف تلومون نفسكم، لا تلومون الآخرين. أنت ما جبت مشتركين في يوتيوب، لا تلوم من لا والله ما عندي وقت، هذا أنت تستثمر وقتك. شوف كم ساعة في اليوم تشوف تلفزيون، كم ساعة تطلع في الويكند، كم ساعة تقضيها على أشياء تافهة. خذ ساعتين من الوقت وتعلم شيء، اتعلم شيء يا حبيبي. الرجل الضعيف دوم يلوم الآخرين، لكن الرجل القوي يلوم نفسه، يتعلم من الغلطة ويرجع متطور. الرقم 5 الأفلام الإباحية. أكثرية المجتمع يا جماعة الخير يشاهدون الأفلام الإباحية. لا تقولون لي لا، من الصغار ومن الكبار، منهم موقع هاب وإنستغرام وأونلي فانز. الحين بخبركم عن الموضوع. موقع الهاب يا جماعة الخير اللي هو برتقالي وأسود يتحكم فيك ويلعب في مخك، يخليك ما تكون واثقة بنفسك، يخليك تشك في نفسك. يعني أنت كرجل مثقف، تخيل رجل هيبة مثقف عندك اسم تجلس لي في الغرفة تقفل الباب وتشاهد هالأفلام، أنت مو بواثق من نفسك؟ يعني مو بواثق من نفسك. ما أبغى أدخل في التفاصيل في الموضوع لأن عندي أطفال يتابعون القناة، لكن وظيفتي أني أعلم هالأطفال شو الصح وشو الغلط، لأن بكرة بتكبرون وبتعرفون كل كلمة أقولها بيس البحري قالها وكلامه كان صح. إنستغرام، الحين بتقولي كيف إنستغرام؟ شوفوا يا جماعة الخير، إنستغرام في ناس يستخدمونها للتجارة، يستخدمونها عشان يكونون صناع محتوى، وهذا قليل، هذه فقط ممكن 20% من الناس. هل تعلم أن إنستغرام أكبر منصة مواعدة في العالم؟ الحين هالأيام في إنستغرام يوم تدخل يعني فاتحين وايد أشياء، تقدر تشوف أشياء يخبل في مخك اللي يؤديك ترجع لموقع الهاب. تشوف أوكي أدور في الإنستغرام، أنت إنسان، خلنا نقول أنت إنسان ما مرتب نومك ولا شيء، تقوم تفتح لي إنستغرام، أوكي هذه البنت خلني أدخل عليها، هلا كيف حالك؟ ما كلمتني، خلنا نشوف بنت ثانية، هاي حلوة خلنا أدخل عندها، هلا أنت فاضية؟ وما حد يسوي لك سالفة. هذا يثبت أنك رجل ضعيف، لأنك إذا رجل قوي تستخدم الإنستغرام وتحطي تطوراتك هنا وتخلي الناس يلحقونك، مو أنت تلحق الناس. لأن خلني أعطيك نصيحة، إذا تلحق النساء بتخسر فلوس، لكن إذا تلحق الفلوس ما بتخسر نساء. اتعلم حطه في راسك. أونلي فانس
وايدين ما يعرفون شو اونلي فانز. اونلي فانز هو موقع الناس يشتركون عشان يشوفون عرض فتيات اخرى، عرض فتيات اخرى اباحية. تخيل انت تقوم من النوم، انت رجل راضي عن نفسك، تدخل عن وحدة، كم الاشتراك؟ خلنا نقول الاشتراك $100، اعطيني رقم حسابك. دخلتك وانت اوه حلو جسمها، بالمنطق وبالعقل تبغى تنجح في حياتك ولا تبغى تظل كيف ما انت. الرقم 6، الإدمان بالكحول والممنوعات. خلنا أخبرك شيء، إذا أنت مديون عليك شيء أو عندك هدف، إدمانك حتى للسجارة، تعرف سجارة؟ إدمانك للسجارة بيمنعك من هالشيء. خلنا نقول أنت تبغى تبني عقارات ولا تبغى تبني مشروع صغير ب1000 درهم إماراتي أو ريال سعودي، كل ما تجمع تشوف أوه خلص سيجارتي، خلنا أروح واحد أخذ واحد ثاني، أوه خلص الممنوعات عني، لازم أخذ واحد ثاني. بتظل على هالشي طول حياتك، وبتكتشف ان ما وصلت ولا مكان في حياتك، لان اذا جمعت كل الفلوس اللي صرفتها على الكحول على السجاير وعلى الممنوعات، بتكتشف ان بهالمبلغ تقدر تشتري روز رايز وتبني بيوت تأجرها. لكن انت اخترت انك تدوخ صلب يوميا، تشرب يوميا، وتستخدم الممنوعات يوميا. أي فئة أنت تعرف أنك تخسر مبلغ وقدره من السنوات الماضية والسنوات القادمة عشان أشياء تافهة ما لها داعي؟ فالإدمان يا جماعة الخير يطلع رجل ضعيف وليس رجل قوي. خلنا أخبركم شيء، بدون تعب بدون معاناة كرجل أنت ضعيف، بدون تعب بدون ضحية ما راح تنجح. لازم تعرف ان ما في نور بدون ظلم، ما يطلع الشمس بدون مطر، وما يطلع لك التسلية بدون ألم. لازم تفهم هالشيء، التسلية والاستمتاع للنساء والأطفال مو للرجال. أنا يوم أقوم وأشوف مثلا ناس يتسلون يفرحون، أنا ما أزعل ما أغار، أفرح أشوف ناس ثانيين يتسلون. ليش؟ لأني أنا جالس أشتغل، لأني أنا جالس أستثمر وقتي في شيء أعرف بعد كم سنة وين بوصل وبعد كم سنة وين بيوصل هو. بعضكم يا جماعة الخير مع كل احترامي لكم تبغون تصيرون يوتيوبرز وانتوا عالقين على 500 مشترك وال1000 مشترك. خلني أخبرك شيء، في ناس أكبر مني بواي، لكن الناس اللي للحين ما وصل لمستواي أبغى أخبركم شيء. كيف تبغى تكون أحسن عني لما أنا مستعد أسوي أشياء أنت مو بمستعد تسويها؟ أنا مستعد أسوي أشياء أنا ما أحبها، أدخل في عالم كآبة لما أصور وأسوي إنتاج وأنزل يوميا، وحياتي عبارة عن قوم روح الصالة ارجع اشتغل انتاج ونزل. كيف تبغى تكون احسن عني في هالمجال وانا مستعد اسوي اشياء ما احب اسويها انت مو مستعد تسويها؟ لان اذا انت اشتغلت اكثر عني انت اللي بتنجح اكثر عني. انا ما اقدر بس اقولك اوبيست البحري عطني نصيحة كيف انجح في اليوتيوب، اذا كان هالشي سهل انت بمجرد كلمة كلمتين ما كان بيكون الموضوع سهل. يعني اذا بس قلت اوكي النصيحة الاولى هذه والثانية هذه وانت صرت وصرت احسن عني بوايد في كل شيء، اذا هذه كانت الطريقة ما كان بيكون في شيء اسمه تعب على قد ما تبذل جهدك. خلني أخبرك شيء، في هالعالم في هالكرة الأرضية في هالنظام إذا اشتغلت مو ب90% من الوقت، 100% من الوقت إذا اشتغلت على شيء تحبه مستحيل تفشل، ما راح تفشل. أنا كنت مجرد طفل نفسكم جالس أتابع اليوتيوب وبس أقول يا ريت يكون عندي 10,000 مشترك. كل اللي سويته بديت. لازم تفهم شيء واحد، انك انت رجل، انت رجل، قوم وفعلا اثبت هالكلمة كرجل. ضحي بنفسك، اختار خيارات صعبة في حياتك لان تعيش مرة واحدة، وهالمرة تبغى تعيش فقير ولا تبغى تعيش ثري وقوي؟ لان اذا اشتغلت اعطيك نصيحة ان في يوم من الايام بتشوف في حياتك قبل ما تشتهر وقبل ما تستوي ثري، وبتكون سعيد ان كل هذا استوى، بتقول كل هذا كان سبب شجعني اني اوصل وين ما انا. اعطيك اخر نصيحة يا حبيبي، اذا تبغى تشتري شيء بدون ما تركز على السعر اشتغل بدون ما تركز على الساعة. هذه نصيحتي يا جماعة الخير، وهذه 6 عادات أتمنى إذا أي رجل يسويها يتركها، وصدقني 28 يوم من ترك هالعادات بتشوف لو نسبة فرق في حياتك، لا وبتشوف أكثر بعد. كان معاكم بيست البحري، وأتمنى عجبكم الفيديو، وإذا تبغون فيديوهات نفس هذه أكثر نصايح خبروني، ومالكم غير من عيوني ونزله. كان معاكم بيست البحري، والآن أستأذن منكم. God bless. لا تنسون الاشتراك واللايك وتشغيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم الفيديو. أنت يا حبايبي
أول بأول. God bless، نشوفكم على خير.